السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل النهاردة هوية مقبولة للفيسبوك. عندك إيميل مثلا مش عارف ترجعه، عندك إيميل حافظ مثلا معلوماته. النهاردة معانا إزاي تقدر تعمل أي هوية وترجع أي حساب، سواء رقم تليفون أو طالب اختبار أمن صور أو هوية، أو مثلا إزالة من الفيسبوك. من خلال الهوية ديت ان شاء الله تقدر تعمل هوية مقبولة، والفيسبوك يقدر يقبلها من عملك. بس انت اهم حاجة تركز معايا ازاي تعمل الهوية دي. اول حاجة مثلا هنعمل اي اسم، باسم مثلا احمد صلاح. ادي احمد يا جماعة برقم 24. 24، تأكد من وجود 24. احمد مثلا بخط 24، هنيجي في الاخر ونصغرها ونجيبها في الاخر زي ما انتوا عارفين ونطلعها كده. ادي احمد، احمد شاب كويس، عملنا له بطاقة مثلا احمد صلاح، صلاح محمد عبد الصبور مثلا، اي اسم يعني بحسب لو حسب الحساب اللي معاك. يعني عندك حساب اسمه احمد صلاح مواليد مثلا 90 يوم 3 شهر 5 عادي. اهم حاجة المواليد تكون حافظها عشان تقدر تعمل الهوية المزورة ديت وتقدر ترجع بيها الايميل. ادي احمد صلاح يا جماعة. قرية مثلا كام؟ قرية مثلا ميت عزون اي قرية. طب اقول لكم حاجة يا جماعة، انا ممكن اعمل قرية ملهاش علاقة باي قرية خالص، ممكن احط اي قرية مش موجودة على العالم دي خالص وتتقبل. بس انا حاطط يعني اي حاجة. طب اهي يا جماعه ادي القريه حطيناها، نحط مثلا المركز عندك انت يا جماعه. لو جيت تشوف الهويه اللي عندك او هويتك الخاصه اللي عندك، هتقدر من خلال البطاقه دي اللي انا عاملها دلوقتي تقدر تشوف الاثنين وقارن بين الاثنين وتقدر تعملها صح، ما تقعش في خطا ان شاء الله. مركز المنصوره الدقهليه مثلا، انا بلد المنصوره متعود اعمل منصوره، فانا بحط المنصوره، انت تقدر تعملها براحتك عادي مفيش مشكلة. تاريخ كام؟ تاريخ كام مثلا؟ نحط 1998، 1999 مثلا. واليوم كام؟ نحط مثلا أي تاريخ عادي يا جماعة، أي تاريخ. 1900 لازم تحط يا جماعة السنة الأول 1990. هنعمل شيفت وام عشان يجي لنا سلاسل زي في الصورة الوقت. 1999 وهنحط يوم كام الشهر مثلا، شهر 7 ويوم 17، مفيش أي مشكلة عندي. هنحط الرقم 28 يا جماعة، خلي بالكم أوي وركزوا في المعلومة دي. الاسم بيكون غير الهوية، يعني انت عندك تاريخ الميلاد ب 28، ادي نحطها هنا في النص يا جماعة تمام كده. وادي الاسم يا جماعة بخط 24 زي ما انتوا شايفين. رقم القومي مثلا ادي 17. وهقول لك بص، انت فينا على فكرة يا جماعة هنا مشكلة جدا، في ناس بتغلط فيها، فانا هقول لك حاجة واحدة، هنحط 17 واقول لك خليك معايا. ادي 17 وخليك معايا، هنحط 07 وخليك معايا، هنحط 99 وخليك معايا، هنحط 2 وخليك مش معايا. بص بقى يا كبير عشان تركز قوي في النقطة دي، انت عندك مثلا هنخليها مثلا بايه، بخط ايه اسود خفيف شوية كده زي اللي موجود حاليا، هنخليها بخط 30 زي ما انتوا شايفين كده تمام. هنحطها هنا جنب الهوية بالظبط تمام. تعال بقى هتقول لي ازاي حطيت 17 هنا، هقول لك بص قوي قوي في المعلومه. ادي 17 يا جماعه، ادي 17، 17 انت شايفينها في الشاشه دي 17 ديت، ادي 17 في تاريخ الميلاد تمام. وادي السبعه، وادي السبعه، بس دايما موجود صفر وادي موجود صفر، يبقى 17 7 99. وادي 17 7 99. طب هتقولي ليه ما حطيتش اول رقمين من اول السنه؟ هقول لك لا، رقمين من اول السنه، يا 99 يا جماعه وادي 99. بس 1900 مثلا
98، هتحط 98 اول رقمين بس. طب هتقولي الاتنين جت من هنا، هقول لك بص اي هويه مصريه بتحط اتنين في الاخر بس، موضوع خلصانه والهويه مقبوله ان شاء الله، مفيش اي مشاكل بالنسبه لنا ان شاء الله. تقدروا تعملوا البطاقه وتعملوا هويات مقبوله، او تقدروا تشوفوا حساباتكم المقفوله وتقدروا تفتحوها. ادي يا جماعه عندي سبيد كنترول اللي هو تصوير الشاشه، تقدر تحفظ الشاشه. انا بقى دايما متعود ان احفظ الشاشه، مش بحفظها مثلا بالرسام على طول، فانت تقدر تعمل كده تحدد عليها وتيجي زي الهوا بالظبط كده، مفيش اي مشكله، هويه مقبوله وزي الفل، تقدر تعمل بيها اي حساب. ان شاء الله اكون افدتكم الفيديو ومشاهده ممتعه لكم باذن الله. شكرا لكم.